ولكن عندنا ايضا لاعب كان استثنائي، لاعب كان دايما موجود في الملعب فتلاقيه بيعمل صعوبة لكل مدافعي المنافسين، لاعب ممكن تلاقيه بيجيب الكرة الصعبة جدا وممكن تلاقيه بيتواجد حيث لا تتخيل، حتى لا يتخيل المنافس تواجده. هو لاعب زئبقي بمعنى الكلمة، هو مؤمن زكريا ربنا يشفيه. النادي الأهلي يعني أصدر قرار مهم جدا جدا، ويمكن أسعد جماهير النادي الأهلي، وأنا لن أبالغ إن هو كمان قادر على إسعاد جماهير كرة القدم المصرية بشكل عام. مؤمن زكريا مساعد لرئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي، قرر النادي الأهلي تعيين مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق مساعدا للكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين. جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة مع مؤمن زكريا، وفي حضور الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين. أعتقد خبر مهم جدا، وكمان الجميل في الموضوع استقبال مؤمن زكريا للخبر ده، وده طبعا صورة من ما قبل الاجتماع ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي. وعجبني جدا استقبال كابتن مؤمن زكريا للخبر، وكأنه كان منتظر بالفعل مكانه داخل النادي الأهلي. وعد جماهير النادي الأهلي ان هو قدر المستطاع هيحاول يقدم الدعم الكافي لقطاع الناشئين، وشكر طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب، وانه قد ايه في غاية السعادة من هذا القرار. والحقيقة كابتن مؤمن زكريا يستحق تواجده في النادي الأهلي، لاعب كبير، لاعب مهم جدا. يعني أهداف كابتن مؤمن زكريا دائما وأبدا تلاقيها في الذاكرة ولا تنسى، ومين ينسى هدف مؤمن زكريا في الدقيقة الثانية أو الثالثة من بداية مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017، والكرة اللي بيستلمها مرة واحدة بنلاقيها في الشبكة. كان الحقيقة أهداف مهمة جدا، ومين ينسى أهداف مؤمن زكريا في شباك نادي الزمالك في عدد قليل جدا من المباريات، كان مؤمن زكريا أحد هدافي مباريات القمة. مين ينسى مؤمن زكريا في السوبر في الإمارات، مين ينسى احتفالات مؤمن زكريا. كل التوفيق وكل الدعم لكابتن مؤمن زكريا في مساعدة رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي الكابتن وليد سليمان، وطبعا كل الدعوات بالشفاء العاجل إن شاء الله الكابتن مؤمن زكريا. طبعا كابتن مؤمن زكريا يمكن تواجد في فترات سابقة في نادي سموحة، ويمكن كنت دايما لما أشوف كابتن مؤمن زكريا في نادي سموحة بشوف أن النادي الأهلي كان أولى من أي حد بمؤمن زكريا، وده حقيقي. وأعتقد القرار ده أو الفكرة دي مفترض أن الناس تدرك معناها وتعرف ما خلف القرار، لأن ده أهم. عايز أتكلم بشكل مباشر أيضا أن كل ما يخص القطاع هو مخطط ليه ومدروس، ودي قصة مش محتاجين نفكر فيها من أول وجود كابتن بدر رجب ثم وجود كابتن وليد سليمان ثم كل الترتيبات داخل القطاع. ولكن قرار كابتن مؤمن زكريا هو قرار لحيثيته المعنوية المهمة جدا 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 وبشكل بالغ. كمان عايز أقول إن يا جماعة كابتن محمود الخطيب في يوم لما قعد قال أنا مش زعلان منهم أنا زعلان عليهم، هذه الجملة تستدعي بالضرورة أن يكون أنت حاطط عينك كأهلاوي عايز تشوف هذا التطبيق. تعال شوف دايما اللي اختاروا النادي الأهلي، اللي كان النادي الأهلي بالنسبة لهم الأولوية، سواء كابتن وليد سليمان أو كابتن مؤمن زكريا أو ناس كتير جدا شافوا النادي الأهلي هو المكان اللي لازم يكملوا فيه وينتموا ليه. تعال شوف الناس دي النهاردة إزاي النادي الأهلي بيكبرهم، إزاي النادي الأهلي بيحتويهم، إزاي النادي الأهلي بيشوفهم كواجهة مشرفة. على الجانب الآخر شوف البعض من الأسماء اللي كانت يعني في الكرة المصرية اسم كبير ومعادلة منتظرة، يمكن زي ما البعض منهم كان كمان بيراهن الناس إن هو يكون مستقبل النادي الأهلي والكرة المصرية. شوف الناس دي فين، شوف الناس دي أسمائها وبارقها خفت إزاي، شوف إزاي الناس دي بعدت كتير جدا عن المشهد. وده جزء من كلمة كابتن محمود الخطيب أنا مش زعلان منهم أنا زعلان عليهم، لأن أنا دايما بحب العبارات اللي تترجم لواقع مش تكون مجرد كلام. سهل جدا كنت تسمع الكلام ده ثم بعدها تشوف البعض ينال البطولات والبعض يكتب التاريخ والبعض في واجهة المشهد في الرياضة المصرية، فتيجي تسأل نفسك سؤال، هو أنت كابتن محمود الخطيب زعلان عليهم في إيه؟ لا، ما
النهارده لما تشوف النادي الاهلي بيعمل ده هتعرف ان الكلمه كان لها معناها، ان فكره النادي الاهلي مش مجرد فلوس ابدا ابدا، لان النادي الاهلي مش بيعاملك كماكينه او اله انت بتدي انا بديك بالمقابل بس، لا، النادي الاهلي يا اسامه في معاني اخرى مش مجرد حسابات رقميه قصاد بعض.